أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد الكريم في برنامجك يوما فيوما. أرحب بك ترحيب شخصي جدا من قلب يحبك ويصلي لأجلك، وأرحب بك في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة بنعمة خاصة من الله، حيث سنتحدث في موضوع رحمة الله. موضوع رحمة الله هقتبس لحضرتك مشاهدي الكريم من موضعين في كلمة الله. الموضع الأول ما كتب في العهد القديم في سفر المزامير، حيث تقول كلمة الله في المزمور 52 والعدد الأول الجزء الثاني: رحمة الله هي كل يوم. أقولها لك تاني: رحمة الله هي كل يوم. الآية الثانية وردت في العهد الجديد وبصفة خاصة في رسالة أفسس أصحاح 2، حيث تقول كلمة الله هذا التعبير القوي. أرجو أن تلاحظ هذه الكلمة: الله الذي هو غني في الرحمة. الله الذي هو غني في الرحمة. مشاهدي الكريم، بنسمع كتير عن الرحمة، ولكن ترى هل زي ما ناس كتير بتقول ان الرحمة للناس اللي ماتت، ولا الرحمة للأحياء، ولا الرحمة للأموات والأحياء؟ أنا بمشيئة ربنا أقترب إليك جدا في هذه الحلقة، في هذه الدقائق اللي الرب أعدها لينا، وأحدثك عن ثلاث حاجات بتركيز عن رحمة الله. أول حاجة أقولها لك مشاهدي الكريم عن رحمة الله: معنى الرحمة. تاني حاجة أكلمك عنها بمشيئة الرب في هذه الدقائق: مراحل الرحمة. ومن هنا هيبان ليك، وأنا أثق جدا في ذكائك، هيبان ليك الرحمة لمين. وتالت حاجة: إيه موقفك من رحمة الله؟ أقولهم تاني: معنى الرحمة، مراحل الرحمة، موقفنا إيه من رحمة الله. الحقيقة أنا الرحمة درست في معانيها، لقيت أكثر من معنى. المعنى الأول واسع الحقيقة، فيجب معنى دقيق، مزيج من المحبة الإلهية والرأفة والحنان بالإحسان للإنسان من الله الرحمن، وهو لا يستحقها أي الإنسان. أقول لك تاني: مزيج من محبة الله، من إحسان الله، من حنان الله، من إلهنا الرحمن لي أنا كإنسان، وأنا لا أستحقها. ده المعنى الأول. المعنى الثاني للرحمة أضيق وأبسط، هو عفو عن استحقاق. بمعنى أنا ممكن أستاهل واستحق موت ودينونة، لكن جه الله الغني في الرحمة رحمني فعفى عني، عفو عن استحقاق. أما المعنى الثالث فهو أكثر ضيقا في التعبير، لكن جميل جدا في المعنى. بيجي بمعنى مد يد الرحمن بحسب احتياج الإنسان. أقولك تاني: مد يد الرحمن، الرحمن اللي بيحبك، الرحمن اللي اقترب إليك، الله اللي مذكور عنه في مزمور 145 وعدد 8: الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة. ألخصتك الثلاث معاني مشاهدي الكريم. في النقطة الأولى، المعنى الأول مزيج، مجموعة، كوكتيل، ده عمل ربنا أنا ما استهلوش. وبعد إذنك أقول لك ولا حد من الناس يستاهلوا: حنان، محبة، إحسان، وأنا ما استاهلش. الحاجة التانية اللي احنا بنشوفها بتقدير لإلهنا: عفو عن استحقاق. والحاجة التالتة: مد يد المعونة،
للإنسان بحسب احتياجه. دي الكلمة الأولى عزيزي المشاهد الكريم. الكلمة الثانية، إيه مراحل الرحمة؟ هل الرحمة رحمة ربنا لها مراحل؟ في الواقع ألخص لك الكلام من كلمة ربنا في ثلاث مراحل، ثلاث مراحل للرحمة. خلينا نسمي المرحلة الأولى مرحلة عن الماضي، المرحلة الثانية مرحلة عن الحاضر، والمرحلة الثالثة عن المستقبل. سهلة قوي، ثلاث مراحل: ماضي، حاضر، مستقبل. هتقول لي الماضي عن ايه والحاضر عن ايه والمستقبل عن ايه؟ هي رحمة ربنا شاملة ثلاث أزمنة، ماضي وحاضر ومستقبل. طبعا طبعا. وعايز اقول لك حاجة، الماضي والحاضر والمستقبل، وانا اثق في فطنتك واثق في ذكائك مشاهدي العزيز، الماضي والحاضر والمستقبل ده عندنا احنا كبشر، لكن الله سرمدي. انت عارف ابونا ابراهيم اتكلم عن الهه في سفر التكوين اصحاح 21، الاله السرمدي. الرسول بولس اتكلم عن سرمدية الله في رسالة روميا الأصحاح الأول. السرمدي يعني الأزلي الأبدي. فالإله السرمدي الأزلي الأبدي ما عندوش زي وزيك ماضي وحاضر ومستقبل، لكن احنا عندنا. لكن مشتملات رحمته شملت الماضي وشملت الحاضر وشملت المستقبل. يمكن تقول لي في سؤال جواك، أنا عارف اللي بيدور في ذهنك دلوقتي، الماضي عن إيه؟ عارف الماضي عن الخطايا الماضية، كل الخطايا. هتقول لي كل الخطايا؟ نعم. الفعلية؟ نعم. الورثية؟ نعم. التحديات؟ أكيد. الذنوب؟ أكيد. المعاصي؟ نعم. السهوات؟ نعم. المستترة، الخطايا المستترة بالطبع. الفجور؟ أكيد. كل الخطايا الماضية، مجرد ما تأتي تبص كده تلاقي في حاجة حصلت عملها ربنا في أرضنا، ذكرت في كلمة ربنا مرات كتير. أذكر لك مرة من المرات، مزمور 85 عدد 10، في حق. الحق بيقول ان فلان لابد يموت، فلانة لابد تموت، لان اجرة الخطية هي موت. جات الرحمة قالت لا، انا الرحمة افتخر على الحق. فالرحمة والحق التقيا، مزمور 85 عدد 10، التقوا مين؟ في المسيح. الله عادل، الله مستقيم، الله بار، الله عالي، الله قاضي، الله ديان، ولكن في نفس الوقت الله رحيم، الله محب، الله حنان، الله قدم الإحسان، الله مد يد المعونة للإنسان، الله عايز يرحمك عن استحقاق الموت. وهنا مجرد ما تيجي وتثق في إلهك وتثق في اللي مات لأجلك وتثق في محبة الله اللي تجسمت في رحمته العظيمة في صليب المسيح، فالمسيح نراه في الصليب واخذ هذه الصورة، الوساطة، المصالحة. يوجد إله واحد لكن يوجد وسيط واحد. هذا الإله الواحد هو الوسيط الواحد بين الله والناس والإنسان، أنا اسمه الرب يسوع المسيح، وبين رحمته. عشان كده بقى خد العقاب عني وعنك، خد الدينونة عني وعنك، خد القضاء عني وعنك. وانت في مكانك أنا بكلمك من قلبي، بكلمك وبحدثك.
ان الرب الرحيم عايز يغفر لك ويرحمك عن كل مضيق. هنا يجي في ذهني آية جميلة قوي في سفر أشعياء، وده اتكتب سنة 700 قبل الميلاد. يا جمال كلمة ربنا، أصحاح 55 يقول إيه؟ كلمة كويسة جدا. ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه، فيرحمه وإلى إلهنا. بيعمل إيه؟ يكسر الغفران. ربنا النهاردة عايز يديك رحمة عن الماضي. لو جيت له قل له ارحمني، ارحمني من خطاياي، ارحمني من خطيتي، انا جاي لك واتوب قدامك، انا يا رب عايز اعيش ليك، اديني يا رب معونة خاصة وقوة خاصة اني من اليوم انا ملك ليك، استلم حياتي. عزيزي المشاهد الكريم، عشان اتحدث عن بقية مراحل رحمة الله، أثق إنك هتبقى معنا بعد هذا الفاصل وسنواصل في برنامجك يوما فيوما، فابقى معنا. اهلا وسهلا بيك مشاهدي في الجزء الثاني من هذه الحلقة عن رحمة الله هي كل يوم في برنامجك يوما فيوما. ارينا لألا يكون في حد دخل متأخر في هذه الحلقة وقدام الشاشة لسه داخل، مش عايزة تقول خسرت جزء لان دي كلمة الله. أرينا من مزمور 52 العدد الأول الجزء الثاني إن رحمة الله هي كل يوم، وأرينا من أفسس أصحاح 2 الله الذي هو غني في الرحمة. تحدثنا عن معنى الرحمة في ثلاث اتجاهات طيبة. تحدثنا عن رحمة الله مزيج، مزيج من محبته، من إحسانه، من حنانه لي أنا كإنسان. الرحمة عفو عن استحقاق، الرحمة مد يد المعونة. ثم تدخلنا معا في الجزء الثاني من هذا الموضوع وهو المراحل. تكلمنا عن المرحلة الأولى، مرحلة الرحمة عن الماضي بمغفرة كل الخطايا، وسأستكمل معك الآن في مراحل الرحمة الجزء الثاني وهو الرحمة الحالية، الرحمة في الحاضر. هتقول الرحمة في الحاضر عن ايه؟ وانا ماشي في الطريق وانا سالك مشاهدي العزيز، معرض وانا ماشي في اتربة تيجي في قدمي، في حاجات تيجي في افكاري، في اشياء تيجي في نظراتي، في حاجات تيجي في الاعمال وفي اليد وفي السلوكيات. معرض الجسم يعيا، ودلوقتي انت عارف كترت قوي الأمراض وانتشرت جدا الأوبئة، وإحمينا يا رب، إحمينا من H1N1 وغيره يا رب، ونجينا يا رب من أشياء كتيرة أنت تعرفها. يعني في أمراض؟ نعم. في أخطاء؟ نعم. الرحمة دي بتاعت ربنا أنا عايزها تتبعني كل يوم. أجيب لك مثل ورد في مزمور 23 كتبه داود النبي، قال إنما خير ورحمة يتبعانني، يتبعانني. فأنا دلوقتي موضوع عن الرحمة في الحاضر، فالرحمة بتتبعك. طيب فين مكان الرحمة؟ فين مكان الرحمة؟ وكيف اتمتع بالرحمة؟ في رسالة العبرانيين في كلمة ربنا قال لنا حاجة جميلة قوي قوي، نقدر نحصل على الرحمة اليومية، الرحمة اللي في الحاضر. بيقول في عدد 16 من عبرانيين أصحاح 4 فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة. فين عرش النعمة ده؟ إيه عرش النعمة؟ طيب عرش النعمة لنتقدم يعني متاح لكل واحد. عرش النعمة هنا،
عرش النعمة ممكن يكون في البيت، عرش النعمة ممكن يكون في السيارة في الطريق، عرش النعمة ممكن يكون دلوقتي في المكتب، عرش النعمة ممكن يكون في اجتماع روحي، عرش النعمة ممكن يكون دلوقتي وأنا بكلمك. مع إن زمان كان عرش النعمة ما كانش حد يقدر يدخله غير واحد بس معين من قبل ربنا، ويدخله مرة واحدة بس في السنة، مرة واحدة شخص واحد ويدخل بدم تكفيرا عن الخطايا سواء اللي ارتكبها او ارتكبها غير. لكن احنا اصبح لينا اذا كنت اتمتعت برحمة الرب في الماضي وقلت له ارحمني وقبلك واداك حياة ابدية ورحمك، انت تقدر تدخل يعني بمعنى اخر في الصلاة. عرش النعمة ده عرش ربنا، مش عرش قضاء ولا دينونة، ده عرش نعمة، نعمة وانا ما استاهلش وانا ما استحقش ادخل عرش النعمة. يعني اصلي عشان انال الرحمة دي، لكي ننال رحمة، انال رحمة. طبعا انا محتاج انال رحمة يوميا واجد نعمة عونا في حينه. فالرحمة عن السقطات، الرحمة عن الأخطاء في الأفكار، فالرحمة عن الأخطاء في الكلمات والسلوكيات. وأنا بقول لك كده أذكر كلام ورد في سفر المزامير ومزمور 130، وكان اختبر النبي هذه الكلمات وقال لربنا هذه الكلمات، قال له يا رب إن كنت تراقب الآثام يا رب يا سيد فمن يقف، لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك، عند الرب الرحمة. وعشان كده ادخل عرش النعمة ده هتجد رحمة، رحمة عن أي سقطة بالنظر أو بالفكر أو باليد أو بالسلوك، رحمة عن المرض. منساش في رسالة فيليب أصحاح 2 كان في واحد مقارب أن يموت في مرضه وربنا عفى عنه ورحمه، اسمه أونيسيفورس وغيره أبوفروديتوس. شوف في تيموساوس وشوف في فيليبي وغيره هذا وذاك، الرب رحمه، الرب أبوفروديتوس الرب رحمه كما ذكر في فيليب أصحاح 2. ولكن في تيموساوس أونيسيفورس الرب رحمه وسيرحمه الرب. لكن الرحمة في المجال الثالث في المستقبل. ايه الرحمة في المستقبل؟ هتقول ايه المستقبل ده؟ تعرف ايه المستقبل؟ لما يجي ربنا كده بنفسه لانه مات على الصليب بنفسه ويجي ياخد اللي احبوه ورحمهم. عشان كده في بطرس الاولى اصحاح 2 وعدد 10 كنا غير مرحومون أما الآن فإحنا بقينا مرحومون. عشان كده الرحمة إجابة لسؤال الأول، للحاضر للي عايشين في الوقت الحالي. لكن لو اتقفل الباب مشاهد الكريم وجه المسيح من ينتج الرحمة؟ عشان كده جه في وقت من الأوقات واحد وقال الكلام ده في المستقبل بعد ما مات، ارحمني ارحمني، في إنجيل لوقا أصحاح 16 ارحمني، اللي هو فيش وقت، الرحمة انتهت واتقفلت. لكن الرحمة في المستقبل هو مجيء المسيح. هتقول لي طيب أعمل إيه؟ إيه متطلباتي؟ عارف متطلباتك إيه؟ لو أنت ربنا كلمك في مكانك دلوقتي وأنت خايف من خطاياك وإزاي تقابل ربنا، قل له ارحمني، قل له استلمني، قل له خلصني، قل له اديني حياة أبدية. ولو صليت من قلبك هذه الصلاة هالماضي هتتمتع برحمة الله فيه، والحاضر هتتمتع برحمة الله فيه، والرب هيجي وياخدك من هذا العالم وهتعيش في السماء إلى أبد الأبدين. تجيله دلوقتي؟ تجيله الآن؟ تقبلوا الآن؟
تقول له ارحمني، استلمني، اثق ان الله هيباركك ويبارك حياتك ويبارك بيتك. واصلي من القلب ان تكون هذه الحلقة وهي رحمة الله في برنامج يوما فيوما بركة ليك ولبيتك، والرب معك.